شي مدينه بعيده على مدينه 250 كيلومتر وباغي غير فين يسكن ولا دونك هذا هو بعدا لافونتاج الاول ان ديريكتور غير مباشره كاع ما تعطيناش غير داك الجوار ديالي نعطيها لك ونخلصو عندك وتكون اعانه بهذه الطريقه هذه ميم لي زونتري دونك بقينا نناقشوا هذه على ما يلقاو شي سبب غادي نكون في البينيار ولا نكون شارك في الخدمه دونك هاد جوج ديال الحوايج ناقشناهم كان واحد التبرع مالي ديال مجال السيفوزي القشعة ومجال مضران واحد 70% من ليه دابا هاد اللعبة هما اللي كاينين بزاف كاينش لعبة أخرى كاين اللي قرا كاين اللي يجي يلعب كاين اللي يجي يلعب واحد 70% تمشي للاعبين باش نكتب مسير إذا كانت عنده شي التزامات مع اللاعبين مثلا ما عطاهمش ولا ما دارلهمش ولا بعد هذيك 70% يرجعوا المسائل ديالهم ولا شي تصادف شي حاجة زيدوها لهم واحد 30% تمشي ليكيبمون تعطى المكتب ليكيبمون ديالهم دونك هاد المبلغ 10 مليون 7 مليون تمشي للجوار اللي لعبوا مع لي جوار بلوس الناس اللي تشتغل معاهم مدرب الناس 7 مليون 3 مليون تمشي ليكيبمون المكتب راه عارف ليكيبمون والحاجيات ديالهم كمرحلة أولى ومن بعد اشاك فوا غادي تكون التفاته بحال هذه لانه ما يمكنش السي عبد خصها ترجع للمكانه ديالها هذا الشيء اللي كان عارف الظروف اللي داز فيها باش ولا ميسي اذا واحد معمور يسول الحاجه اللي دارها يديرها بقلبه النهار اللي ما يقدرش يدير شي حاجه يقول مخوتي انا ما باغيش نلعب الكره وما باغيش ناكل الحرام وفي ما نلعب الكره ماشي فحال اذا نتوما باغيين تلعبوا بهذا السبب وتنهضوا بها راه غادي توصلوا الا ما كنتوش ناويين هذه النيه هذا راه ما عمره غادي توصل سواء لاعبين ولا مدربين ولا مكتبين ماشي اللي كاين والله جبت جنسي يعني كوان بونكو مغرور الكوميتي الزربي والحاول الشباب الغيالي بلكاني لان بالفعل فريق الشباب الغيالي بلكاني ديما كيعتبر يعني هو مكمل لفريق المغرب الكاني لكرة القدم وكنشكر السي حكيم كذلك على المجهود ديالو وعلى المجهودات اللي كيقدمها ماشي غير فريق كرة القدم حتى فريق كرة السلة وحتى يعني الأندية الأخرى ونتمنى تكون هذه الالتفاته باش تستمر هالفريق ويمشي بعيد وتحيه وشكرا للجميع. كانت الشفافيه والوضوح. فالحمد لله ملي الرئيس جاء تفرج فيكم وشافكم واللي استحسن داك الشيء اللي درتوه لانه في المجيء ديالو اللي كنتوا في واحد المستوى عالي. رغم الظروف الماديه والظروف اللي راكم عايشينها فبصراحه تستحقوا كل داكشي كي قال الاخر 70% ديالكم و 30% اللي عطاها السيد الرئيس راه ماشي من السهل لان عاطيكم اهميه لانه السيد الرئيس باغي اللعابه يتخرجوا من هنا كيما قلت له انا في الجلسه اللي معاه قلت له انا راه ابن السي ار بي لان السي ار بي عنده تاريخ انتم باقي صور ما تعرفوش شنو السي ار بي لو تعرفوا شنو هو السي ار بي وشنو عطاتها السي ار بي يمكن غادي تبقاو تعبدوا هاد الدوله تحت راسكم وما تخليوها حتى شي واحد يمسها انا عارف الظروف اللي كانت سبق مع المسيرين اللي كانوا ما كانوش في المستوى اما اليوم الحمد لله ناس طيبين عندكم مدرب في المستوى عالي ولاعب انت هو سابق النهضه البركانيه ومنتخب وكم برشي عندكم السي جمال راكو عارفين شكون هو السي جمال عندكم السي الحسين عندكم كاتب العام عندكم السي مداني كاين الدراري اللي الله عمر هذا انا علاش كنجي نتعاطف معكم ماشي اللي ولد السي ربي لانه علاش تنحس بالاخوه اللي دايرين بكم وتنحس حتى بكم لان كلنا فكنا بحالكم ولكن الحمد لله كنا حنا محظوظين انتم الحظ عكسكم واللي نتمناه هو ما تمنعوش الفرصه راه مستقبلا ان شاء الله بحول الله كما قال السيد نائب الرئيس راه غادي ان شاء الله كلكم لا سيتياسيونكم غادي تتحسن ولكن بشرط انكم ديروا يد في يد لا مع المدرب ديالكم ولا مع بعضياتكم لان فريق الله تبركان راه السيد المدرب هو اللي ناجح في لافير ديالو باسكو علاش خلق جو عائلي انا في لا سومان باسي مشيت الجمعه تفرجت لونترينمون في السعوديه جيت تفرجت هنا لصابدي حسيت بان ما راه المدرب دار كون عائله وحده ويد وحده كذلك سي حفيظ ماشي انه صديق ديالو لعب معايا ولا بغض النظر يعني ما تفلتوش على الفرصة هذه والحمد لله راكو غادي مزيانين ما جابش الله هذا الموسم المقبل بريباريو بكري ان شاء الله بحول الله والامور غادي تمشي مزيان وهذه المادة غادي تكون ان شاء الله
وغادي ان شاء الله تصعدوا الهوات الزاويه تغدوا تاعهم تبارك الله. وهنا انتم اللي غتستافدوا ما هذا راه بدا يزيد اليوم راه كاين السيد الرئيس بين الفو بروفيتي مع السيد الرئيس مع الاخوان. انا سامي الحاكم ما راهش قدامي راه قرا على المدام ديالي ولكن كنعتبرو بحالو بحال ولدي لان تنعرفوا شنو شنو في القلب ديال هذا السيد هذا تيحس بكم لانه راه كان ديجا هضر وهذا تيحس بكم دونك الفو بارتي ان لوكازيون وخصنا نستغلوا هذا السيد الرئيس هذا وشكرا. حنا كان عندنا حلم نتلاقاو مع السي فوزي، السي فوزي جا حتى لعندنا دونك هاد البادره هذه راه خص الواحد يعرف يقرا باش السي فوزي سي فغي حنا كنشوفوا ولد بركان ديالنا رئيس الجامعه الملكيه سي انسان ثقيل كما قال السي حفيظ ويجي ويجلس معاك اون ميطون ويتفرج ويمد يد المساعده راه انا جبت له في ايمي والله لقيت ما نقول اللي غادي نقول كرون رميرسيمون شكرا سي فوزي. انا اليوم جيت سعيد بهذا اللقاء وكنحس بلي رجعت للمنزل ديالي والدار ديالي هي النهضه البكريه. وبصراحه هذا الشيء اللي خلق اليوم حدث العصر باش فريق الاول نتاع بركان النهضه البركانيه اللي كيراسها السي فوزي القجع والنائب الرئيس سي حماده ماجد مطرم السي حماده انا كنحيي السي فوزي القجع هذا الانسان اللي اعطى قيمه للكره المغربيه وزاد زكاها انه بغى يخدم كره القدم بالعروق ديالها. اول رئيس مده التاريخ تاع 40 عام في الكره المغربيه كنشوف جاي تفرج مقابله نتاع الهوات تروازيام ديفيزيون واش غادي نقول لكم الحراره كانت 40 درجه ما دارش الشابو وجلس معنا كاع الوقت بالتصاور ديالهم بالمسائل ديالهم وجا من بعد عطى التعليمات السي حماده الله يكثر خيره ويجمعنا ويبلغنا بهذه الافكار. انا والله العلي العظيم اولادي بعدا كنحييكم حتى نتوما اللي ضحيتوا معايا وربي اللي قلت لكم هذا راه جزاء نتاع الله هذا راه حدث العصر والله يكثر خيرك السي حماده يكثر خيركم ونتمنوا السي فوزي القجع ماشي رئيس تاع افريقيا رئيس الجامعه الدوليه تاع لا فيفا وشكرا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.